كده يعني الكراسي اللي بتبقى الكراسي القصيره مش الكراسي ده العاليه بالارتفاع بتاع يا اما دوت. يا اما سلم في البيت يا اما سلمه واحده سلم في البيت ممكن لو في اي صوفة او اي كنبه مثلا تبقى ناشفه شويه وتبقى قصيره شويه يقدر يستخدم عليها التمارين اللي هنعملها. طيب انا هجيب ده هنا كده. انت عارفه بقى التمارين بقى. انا جاهزه طبعا. ايوه طيب اول تمرين هنعمله تمرين اسمه اللانج من التمارين المهمه قوي عندنا يا فرح. هطلع رجلي الشمال فوق ورجلي اليمين الرجل اللي ورا. ايوه صح كده. اوكي ايوه وهبدا بفتح قد ايه يا كوتش يعني فتحه رجلي وانا نازل هنا بحاول ان انا رجليا دي تبقى 90 درجه ورجليا دي تبقى هنا 90 درجه وهبدا احط ايدي في وسطي وظهري مفرود وهنزل واطلع. بنزل قد ايه برضو؟ 3 لحد ما اوصل لل 90 درجة برجلي اليمين. اوكي. 4 5 رجلي ابتدت تشد فعلا. هنسويتش الرجل الثانية على طول. احنا نسيت احنا هنعمل ايه؟ احنا نفس اللانجز؟ الرجل الثانية بقى عشان ما يبقاش عندنا عضلات في رجل قد ايه كم احنا هنعمل 5 مشاهدين هيحاولوا يعملوا 15. اوكي 15 ثلاث مرات يعني 15 ونريح 30 ل 45 ثانية وبعد كده نعمل 15 ثاني. واحد جاهزة يا فرح؟ أنا بدأت خلاص. يلا 1 2 طبعا البطن إيه يا فرح؟ مشدودة. أيوة والظهر مفروض والوش بيضحك. اوكي قصديني خلاص صح؟ لا 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 أنا خلاص حفظت. طيب في تمارين بقى إيه؟ مهمة يعني ستات كتيرة برضه هتفرق معاهم ده اللي عندهم دهون في ايديهم هنا من الحاجات اللي بيواجهوها كتير قوي. طبعا التمرين اللي هنعمله دوت هيمرن عضلات الترايسبس والكتف كمان من العضلات المهمة قوي وجزء من عضلات الصدر كمان الشست. جميل اسمه الدبس. هنعمل الدبس. اوكي جاهزة؟ يلا جاهزة. هنا ولا هنا؟ لا هيجي هنا. يلا هقعد على الستيب كده عادي ايديا هتبقى جنبي. ايوه فرح بقت مدربة خلاص. والركبة مفرودة؟ ممكن اتني ركبتي شوية متنية؟ ايوه صدري فوق بطني مشدودة وابدأ انزل لتحت. 1 2 3 4 النفس ايه؟ وانا طالع هفضي النفس. 5 6 7 هايل هرجع بوزتي ورا شوية. 8 9 and 10 هحاول اعمل التمرين ده برضو 15 عده ونريح 30 ثانيه 15 عده 30 ثانيه 15 عده ثلاث مرات 30 ثانيه. اوكي في تمرين بقى بيشغل الكارديو فاسكولار عندنا او يشغل بيخلينا نشتغل كارديو شويه نبدا تمام. نحرك جسمنا كله كاننا بنجري او كاننا بنمشي على التريدميل مثلا. كارديو ده مهم جدا هنستخدم ده حرق دهون وبيشغل ماسلز كمان بتاعه الجلوتس والكوادريسبس والهامستر في نفس الوقت. اوكي نشتغل اول حاجه البيزك سات 1 2 3 4 1 2